في قسم اللحوم الحمراء في السوبر ماركت تباع عدة أنواع من اللحوم، لحم الأبقار ولحم الماعز ولحم الأغنام. ممكن نشتريها بعدة طرق، ممكن نشتري ذبيحة كاملة أو نقدر نشتري أجزاء منها، مثلا الفخذ أو الكتف أو الرقبة. وكمان في الأسواق راح نحصل اللحم يباع على أطباق جاهزة، سواء كان لحم بعظم أو بدون عظم أو لحم مفروم. وفي بعض الأسواق يباع لحم البقر على أطباق سوداء ولحم الغنم على أطباق بيضاء عشان نقدر نميز منها. ولما نشتري اللحم الجاهز في أطباق لازم نتأكد من غلاف المنتج وتاريخ صلاحيته ونظافة المنتج. في بعض الأحيان نلاحظ اختلاف لون اللحم، ففي بعض الأحيان يكون لونه أحمر فاتح يميل إلى الزهري، وفي بعض الأحيان يكون لونه أحمر داكن، وهذا على حسب نوع الذبيحة وعمرها. ولكن اللون اللحم ما هو العنصر الأساسي لتحديد جودة اللحم. تنصح وزارة الزراعة الأمريكية بعدم غسل اللحم، لأن غسل اللحم راح ينشر البكتيريا في المطبخ، وممكن تنتشر البكتيريا من يدك إلى الأغذية اللي ما تعرض للحرارة مثل الخضار المستخدمة في السلطة.